لا شك أنه الإخوان المسلمون يتعرضون لمحنة كبيرة، وهذه المحنة رغم قوة الخصم وقوة الضربات إلا أنها وفي الحقيقة ما زال اسم الإخوان المسلمين موجود ورمزيته وحيثيته موجود. وبعد 7 سنين من كل هذه الضربات أعتقد أنه حتى الجميع من خصوم ومن محبين ومن منافسي الإخوان بيعتقدوا أن الإخوان لا كيان جماعة تيار تنظيم ركن أساسي في 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 المعادلة السياسية، زي ما أنا بعتبرها كمان هي ركن أساسي في المعادلة الدعوية والفكرية والتربوية. يعني أنا بشوف الجماعة من هذا المنظور ثم ينطلق منها الدور السياسي، لأنه الحقيقة الأمة بحاجة إلى من يحمل همها يدافع عن هويتها، وأعتقد إخوان المسلمين في الطليعة من بين جماعات أخرى تقوم بهذا الدور. يسعدني أن يكون معي الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ قطب العربي وأحد القيادات جماعة الإخوان المسلمين. أهلا بك يا أستاذ قطب. أهلا بك يا دكتور حمزة والسادة المشاهدين. تعليقك على اختطاف، أنا دايما ما بسميش اعتقال ولا حاجة، اختطاف الدكتور محمود عزت من حيث التوقيت ورمزية الرجل ومكانته. بسم الله الرحمن الرحيم. من حيث التوقيت يعني أظن المسألة مسألة تقنية أمنية، يعني بمعنى أنه بمجرد أن تمكن الأمن من الوصول إليه، الوصول إلى معلومة تدل عليه، وصل إليه وقبض عليه فورا، وهذا يعني أنه لم يكن بحوزة الأمن من قبل كما زعم البعض، أو أنه كان معلوم المكان بالنسبة للأمن من قبل أيضا. هذا غير صحيح بالمرة، أنه مجرد ما وصلوا إلى معلومة تعرفهم مكان الدكتور محمود عزت وصلوا إليه فورا وقبضوا عليه. دكتور محمود عزت يعني هذا الرجل السبعيني، يعني 76 أو 70 عام، يعني رجل عجوز، ومع ذلك استطاع أن ينجو بنفسه على مدار 7 سنوات من أجهزة أمنية تمتلك أحدث وسائل الرصد والمراقبة والتجسس والتتبع، ويدعمها قوة إقليمية ودولية أيضا تدعمها بهذه الأجهزة والمعلومات، ومع ذلك استطاع الرجل أن يحافظ على أمنه الشخصي لمدة 7 سنوات. طبعا يذكرنا بسير آخرين يعني عملوا زيه كده. يعني في الإخوان نتذكر قصة المرحوم فرج النجار الله يرحمه، اللي ظل يعني مختفي عن نظام عبد الناصر 20 سنة تقريبا، 20 سنة كاملة يعني اختفى عن نظام عبد الناصر لما صدر ضده حكمه، وبعدين حتى السادات لما جه وأصدر عفو عن المحكومين من محكمة الشعب استثنى الأستاذ فرج الله يرحمه، ومع ذلك استمر مختفي الى ان يعني تدخل الاستاذ عمر التلمساني رحمه الله، ويعني تمكن من الافراج عنه، او يعني لا. لكنك تجزم بانه اعتقل هذه الايام، يعني انت او لا تجزم، يعني شكلك كنت بتتكلم حضرتك بتقول انه يعني هل لديك دلاله انه اعتقل النهارده امبارح من 3 سنين؟ هل في شيء داخل الجماعه بيقول كده او عكس كده؟ اللي بيقول كده بس بشكل غير محدد التوقيت هو البيان او التصريح اللي صدر اليوم من المتحدث باسم الجماعه الدكتور طلعت فهمي، اللي قال انه انقطعت الاتصالات مع الدكتور محمود. بس لكنه ايضا لم يحدد الزمن، لكنه ايضا نعم. لم يحدد الزمن وانت اعلم بذلك. نعم ولكنه حدد انه انقطعت الاتصالات، انقطعت الاتصالات يعني مباشره انه خلاص الرجل لم يعد لديه وسيلة اتصال، أي أخذت منه وسائل اتصال، يعني وصلت إليه الشرطة وقبضت عليه. هي فده تأكيد على القبض عليه وليس نعم. تأكيد على متى انقطعت. كان بمقدور الأستاذ طلعت أن يقول انقطعت الاتصالات بيننا وبينه من سنة أو 2 أو 3 أو امبارح، أليس كذلك؟ يعني دي حسابات ويعني تخضع لل يعني اللي حسب تقييم الموقف، يعني مش هيبقى مهم بالنسبه له انه يقول ان انقطعت الاتصالات قبل اسبوع ولا قبل اسبوعين ولا قبل يوم ولا يومين، المهم ان انقطعت الاتصالات، وهذا يعني انه الخبر اصبح حقيقي انه مقبوض عليه يعني. لكن يهم الراي العام مثلا انه يعرف، وحضرتك تعرف انه اذا كان الرجل قبض عليه قبل شهر قبل شهرين قبل سنه، لانه ده مهم.
بس يعني هو دلوقتي الداخليه نفسها ما قالتش، قالت انه اتقبض عليه صباح اليوم وخلاص يعني. تمام، فيعني احنا بنحط دي مع دي بنأكد بس فكره سليم الاب انه تم القبض عليه. سليم. الدكتور محمود عزت لمن لا يعرفه، كيف تصل في هرم القياده؟ هو كان نائب المرشد العام احد النواب الثلاثه، الاستاذ خيرت نائب اول، الاستاذ عزت نائب ثاني، الدكتور بيومي نائب ثالث، اليس كذلك؟ نعم صحيح. الدكتور محمود عزت من 2013 من يعني بعد فض مصلحه بعد فض رابعه مباشره وبعد القبض على الدكتور محمد بديع تم تعيينه او تكليفه بموقع من الاستاذ المرشد نفسه، تكليفه بموقع القائم باعمال المرشد العام، فهو اصبح كانه هو المرشد العام للاخوان خارج السجن منذ ذلك الوقت يعني. وهذا هو يعني وضعه التنظيمي في الجماعه، ظل يدير الجماعه طوال السنوات السبع الماضيه، هو كان على تواصل مع القياده والاداره في الداخل ومع ايضا القياده اللي موجوده في الخارج بشكل منتظم، يعني لا تمر اي قرارات او سياسات الا قبل ان يوافق عليها الدكتور محمود عزت شخصيا يعني. وانت تقول انه كان يمارس دوره كمرشد عام او قام باعمال المرشد عام خلال سنوات اختفائه، هل هذا حقيقي ام انه شيء رمزي؟ حضرتك بتقول انه كان يمارس دوره كمسؤول عن الاخوان او مرشد عام او قائم باعمال المرشد، فهل كان يقوم بذلك بشكل فعلي ام انه كان يعني هو في غيبته يمارس بشكل يعني بسيط يعني كانت لا ما نعم ما اعرفه انه كان يمارس عمله بشكل فعلي خلال السنوات السبع الماضيه، وكانت تعرض عليه يعني القرارات والسياسات والتوجهات وهو الذي كان يقرها في النهايه ولا تنفذ قبل اقرارها من الدكتور محمود عزت يعني. هذا انت تؤكده انه كل الذي كان يجري للجماعه وفي الجماعه كان هو على علم به وهو موافق عليه. في حدود ما اعرف، نعم صحيح. تمام، بغض النظر، لكن في النهاية كانت هناك أحداث جسام مثلا كان يشارك فيها برأيه ونسمع تقارير أو أخبار أو بيانات، وأحيانا لا نسمع بيانات أخرى، أليس كذلك؟ كيف تفسر هذا؟ يعني في أحداث كان بتحصل كان فيها بيانات، في أحداث ما كانش فيها بيانات، يعني لم تكن بياناته يعني متصلة، أليس كذلك؟ حتى يعني مع افتراض ذلك فهذا يعود إلى الحالة الأمنية التي يعيشها الرجل، الرجل لم يكن في بحبوحة من العيش صحيح. وفي حالة استقرار حتى يستطيع أن يصدر بيانات وأن يتابع كل شيء أولا بأول ويرد عليه أولا بأول، لكن حين كانت تتيسر الأمور للوصول إليه وبشكل آمن له وآمن لمن يتصل به كان يتم الاتصال ويعرض عليه الأمور المطلوبة عرضها. إذا في أوقات اليسر واليسرة كان يتم ذلك، وفي غير ذلك لم يكن التواصل معه مستمرا كما تقول أنت. إلا أنا بقول كلما أمكن، كلما كان يمكن التواصل معه كان يتم التواصل معه. وبالتالي بالتأكيد الوضع الأمني اللي كان صحيح فيه صحيح. الرجل لم يكن طبعا وضعا طبيعيا بالمرة، ويعني يا ده كتر خيره وكتر خير اللي بيعرف يتواصل معاه بالطريقة دي في ظل الظروف اللي عايشها في داخل مصر يعني. جزاه الله خير. خلينا ننتقل إلى نقطة أخرى أستاذ قطب، وهي مسألة إذا تعثر التواصل مع القيادة بشكل مستمر، من يقوم مقام القائد في حال غيابه؟ لدينا في الخارج الأستاذ إبراهيم منير، هو يعني نائب المرشد في الخارج، وطبعا كما تعرف وأعرف أنه لم يأتي بانتخاب لكن تم تكليفه بهذا الأمر نظرا للظروف التي تمر بها الجماعة، وبالتالي هناك قيادة في الخارج، أليس كذلك؟ نعم نعم، الأستاذ إبراهيم منير هو نائب المرشد الآن بالفعل. لا هل أنا وهو أتحدث الآن والآن بعد غياب الدكتور محمود عزت هو يعتبر هو يعني أعلى رأس موجودة في الجماعة الآن. يعني الآن أوتوماتيك تنتقل عصا القيادة من الأستاذ الدكتور محمود عزت إلى الدكتور إبراهيم منير مباشرة، أليس كذلك كما تقول؟ لا أستطيع أن أقول هذا بالضبط، يعني هذه مسألة يعني تخضع للوائح وتخضع لترتيبات وتقييمات داخل القيادة، وأنا لا أعرف عنها شيء الحقيقة. ولا تعرف كيفية انتقال السلطة أو الإدارة أو القيادة داخل الإخوان المسلمين لا كمان 30 دكتور سنة؟ احنا في وضع غير طبيعي بالمرة، يعني في الأوضاع الطبيعية كانت بالفعل الأمور مرتبة في اللوائح ومعروف أنه من يحل محل من في حالة كذا وفي حال كذا، لكن الذي مرت به الإخوان الآن هي أمور استثنائية بالمرة، لم
يعني جزء منها لم يرد حتى في اللوائح السابقه، لانها لم تكن تتوقع اللوائح انه هيحصل ثوره وهيحصل انقلاب وهيحصل نفي وتشريد وهيحصل اعتقالات وهيحصل قتل واعدامات وما الى ذلك. كل هذا لم يكن متوقعا ولم يكن منصوصا عليه في اللوائح يعني، وبالتالي ده يعامل معامله الاستثناء يعني في هذه الظروف الاستثنائيه. جميل جدا. اما وانه قد وقع ما ذكرته ومرت 7 سنوات، أو ألم يكن متاحا للإخوان أن يفكروا في إعادة صياغة اللوائح بعد ما رأوه وما شاهدوه وما عايشوه؟ يعني إذا كانت لوائح تقول إن والله تنتقل إدارة الجماعة إلى نائب المرشد في حال غياب المرشد، وإلى نائب النائب في حال غياب نائب المرشد فيما سبق، ولا أعرف، ربما تكون أنت أعلم مني، لكن الآن هل هناك فرصة لمراجعة هذه اللوائح بعد 7 سنين مما حدث وضرب الهيكل الإداري الأعلى للجماعة؟ هل تعتقد أن هذا مناسب الآن أن يفتح الملف؟ يعني أنا شخصيا طبعا أتمنى أن يتم تعديل اللوائح وفقا لمقتضيات الحاجة والظرف والتغيرات التي تتم علشان تستوعب هذه المتغيرات وعلشان تطور أداء الجماعة ويعني تنشط أداء الجماعة. هي اللوائح صنعت أساسا للمصلحة ولتحقيق هدف، مش علشان نعبدها هي في ذاتها يعني، هي مجرد أداة ووسيلة، وهي وسيلة قابلة للتغيير والتطوير دائما مع التطورات اللي بتحصل حوالينا في المجتمع. فأنا أتمنى أنه يحصل بالفعل تعديل لهذه اللوائح أو النصوص الجامدة التي توقفت عند حدود مراحل زمنية معينة من التاريخ، يتم تعديل هذه النصوص بما يتواءم مع اللحظة التي نعيشها الآن. بالتأكيد طبعا هذا أمر مطلوب. ولو طلب منك أن تشارك في مثل هذا الأمر وأنت رجل خبير في اللوائح، مجلس الشورى في الخارج يعني من تبقى من الأعضاء مجلس الشورى الموجودين في الخارج، ويمكن تطوير هذا الأمر يعني بطريقة ما، يعني هناك طرق عديدة وطرق ديمقراطية ومؤسسية وكل شيء، ويعني طبعا هناخد فيها بعنصر الاستثناء لأنه يمكن اللائحة لا تسعفنا في هذا الأمر، لكن يمكن من خلال قرارات استثنائية، ولكن هذه القرارات هتلقى قبول عند الجميع لتوسيع مجلس الشورى اللي موجود في الخارج حاليا، توسيعه بعدد مماثل للعدد الحالي، بضعف هذا العدد، بطريق الانتخاب، بطريق التعيين، بطريق بأي طريقة يتم التوافق عليها يتم توسيع مجلس الشورى ومنحه صلاحيات حقيقية في المتابعة والرقابة والأداء يعني، وكل دورية انعقاد يعني مرة كل شهر على الأقل يجتمع هذا المجلس، ساعتها أتصور أنه ده هيحيي وهينشط العمل في داخل الجماعة. لعلك تابعت تصريح المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور طلعت فهمي، هل لاحظت مثلي أنه تصريح مختطب لا يشفي الغليل في مثل هذه الظروف؟ يعني لو أنت تكتب هذا التصريح وأنت رجل صحفي مرموق كنت هتجاوب على أسئلة كثيرة قبل أن أسألها الرأي العام مثلا؟ يعني أنا يعني طبعا هذه طريقة في التصريحات الصحفية والبيانات، إنه الحدث يعني هذا هو حجمه، إنه يكون في إطار تصريح مقتضب من المتحدث الرسمي، لأنه ياما يعني كثيرا تم اعتقال أعضاء مكتب الإرشاد سابقا، وتم اعتقال المرشد نفسه الدكتور محمد بديع. لكن الظروف يا أستاذ قطب ظروف مختلفة تماما، لانه الاستاذ ابراهيم عزت الدكتور محمود عزت الشيخ ابراهيم عزت زمان كان بتاع التبليغ والدعوه الله يرحمه ربنا يكرمه، الدكتور محمود عزت كان يمثل راس الهرم وكان الكل في الخارج يقول انه موجود، وانت قلت من شويه انه هو اللي كان بيدير فعليا، فلما تختفي راس الهرم. انا كنت بقول كده من زمان، تتذكر في لقاءات سابقه معاك كنت بقول ان الدكتور محمود عزت موجود وموجود داخل مصر. تمام وانا لم اكذبك، انا اقول الان الان يعني راجل بحجم هذا الرجل يبقى تصريح مقتطب، ما فيش كلام عن القياده ما بعده يعني مش كلام المفروض يوسع التصريح شويه؟ انا بتساءل. لا دي مساله يعني مساله شكليه بسيطه يا دكتور حمزه، يعني شكليه انك تتكلم على من سيخلف المرشد العام مساله شكليه يا استاذ؟ لا اصل لا دي مش شكليه، دي مساله موضوعيه، وبالتالي لا يصلح انها تطلع في تصريح للمتحدث الرسمي، هذه مساله تحتاج الى نقاش واسع داخل المؤسسات. لكن الراي العام في شغف، معلش، لكن الراي العام في شغف ان يعرف، وراي العام الاخواني في شغف ان يعرف على الاقل طريقة اختيار المرشد الجديد، يعني حتى لو من باب الطمأنينة.
كما ذكرت لك أننا في وضع استثنائي، وربما اللوائح لا تسعف كثيرا في هذا، والأمر يحتاج إلى نقاش وتوافق حول يعني الكثير من الأمور، وحين يتم ذلك النقاش وذلك التوافق بالتأكيد ستصل النتيجة إلى الرأي العام، سواء الرأي العام الإخواني نفسه أو الرأي العام المصري بشكل عام أو الرأي العام الدولي كله، ستصل طبعا النتيجة بالتأكيد وقتها. هناك جدلية تقوم على فكرة أنه شأن الإخوان هو شأن خاص بأعضاء التنظيم، أما الجماعة ومحبيها ومؤيديها ومسانديها فلا دخل لهم فيما يجري في الجماعة. موقفك من النقطة دي إيه؟ لا، في حاجات بتبقى شأن داخلي، وفي حاجات لا دي شأن عام. يعني إن الجماعة هترشح حد لرئاسة الجمهورية هذا شأن عام، ترشح حد لمجلس الشعب هذا شأن عام، لكن مسألة تعديل لوائح داخلية وما إلى ذلك أتصور أن ده شأن داخلي لأي مؤسسة. يعني إذا كان حزب الوفد مثلا، إذا كان حزب التجمع، إذا كان حزب مصر القوية، إذا كان حزب الحرية والعدالة، جماعة الإخوان المسلمين، حزب أيا كان أي كيان، يعني كيان الجماعة الإسلامية، كيان الجماعة السلفية، هذا المسألة الداخلية، التنظيمات الداخلية أمر يخصهم هم داخليا، يعني يخص الإخوان فقط المنتسبين للجماعة، تقصد ذلك صح؟ فيما يخص اللوائح والنظم الداخلية نعم، يخص المنتسبين للجماعة. لكن سمعت فيما قبل من قادة للإخوان المسلمين وغيرهم أنه المسألة في مسألة اللوائح والنظم هي أمر يحتاج إلى خبراء من داخل وخارج الجماعة، هل أنت متفق مع هذا أم لا؟ لا طبعا مش متفق ان من خارج الجماعه تتدخل في عمل الجماعه، والا يعني الجماعه مش ناقصه خبراء. لم اقل انهم يتدخلون في عمل الجماعه، قلت انهم يستشيرونهم في اللوائح والنظم، وقد حدث من قبل ذلك ان هناك كان الاستشاره طبعا. يعني مقبوله طبعا الاستشاره حين من خبراء مختصين باللوائح بالنظم بالتاكيد هتثري العمل، لكن ان هم نفسهم يشاركوا في وضع نصوص داخلية لكيان أيا كان هذا الكيان، أنا بتكلم هنا بشكل مجرد، يعني سواء كان هذا الكيان الإخوان، كان الجماعة الإسلامية، كان الحزب الشيوعي المصري، كان الحزب الاشتراكي، لكنك مع الاستشارة، لكنك مع الاستشارة لأنه في تغير في الوضع في الرأي العام، ومحب الإخوان كثر. لا خاب من استشار. لا ما شاء الله عليك، حلوه لك الاستشاره دي، لانها جايه جايه جاي على الجرح، طبيعي انه لا خلاص. لكن مره اخرى هناك الطرح بانه جماعه الاخوان مؤسسه عامه، فعليا هي مؤسسه عامه، الراي العام مهتم بها، يريد ان يراها في احسن وضع، خصوصا ان جاء منها الرئيس الوحيد المنتخب في تاريخ مصر. والبعض يرى، وانا طرحت هذا الكلام في الجزء الاول، انه والله لابد ان يتم تطعيم مجلس الشورى الاخواني باصحاب الراي المستقلين من اصحاب الفكره الاسلاميه، وكذا مجلس الاداره، على اعتبار انه هناك في مجالس اداره الشركات والمؤسسات الكبرى تنص القوانين على الجواز الاستعانه باثنين من ذوي الخبره مش من اصحاب راس المال في اداره هذه المؤسسات، والصوتين مش هيفرقوا كتير قوي يعني. لا طبعا يفرقوا، فرق من الشركة، إدارة شركة عن إدارة كيان، يعني كيان تنظيمي زي الإخوان المسلمين. لكن أنا الحقيقة دكتور حمزة، الحقيقة وزمان يعني أنا أتذكر أنه لما المهندس خير الشاطر كان بدأ يقود نشاط لتطوير الجماعة، أعتقد كان الكلام ده يمكن بعد الثورة مباشرة، وكان بيستمع إلى آراء مختلفة في هذا الشأن، فأنا شخصيا كان عندي اقتراح أنه يبقى في إطار آخر لمجلس حكماء، يعني من أصدقاء الإخوان، يعني الناس القريبين المحبين للإخوان، يعني من ذوي التوجه الإسلامي والوطني العام، يكونوا في مجلس زي مجلس خبراء، مجلس حكماء، يكون يعني تعرض عليه بعض المسائل. هذا كلام متطور ومتقدم، ويعني اعتراف جميل بأنه الإخوان ليست مؤسسة تهم أعضائها بل تهم الأمة كلها، يعني ننتقل المؤسسة من ملكية أفرادها إلى ملكية الأمة، كلام جميل. لا هي تهم الأمة بالتأكيد، لا حد أنا لم تهم غير ملكية الأمة. أنت الآن حين تضع لوائح تضع لوائح لمن ينتسب إليها، حين تقول إن في مجلس حكماء هذا أمر جديد، انخراط الأمة في استشارة وتقديم النصح للتنظيم دي نقلة نوعية لو تمت، أليس كذلك؟
يعني بالتاكيد هتبقى مفيده جدا. وانا رايي او مش رايي اللي انا اعرفه وانت تعرفه وكثيرون يعرفونه، ان هؤلاء الاشخاص اللي انا كنت اعنيهم ان يكونوا في اطار مجلس يعني، بس يكونوا في اطار شيء مقنن لائحيا يعني، هم نفسهم بالفعل كان بيتم استشارتهم يعني، كان دائما يحدث تواصل بس احيانا كما تعرف واعرف بدل قلت لي كان يتم استشارتهم وخلفتهم ما يعني اغلب الاحوال يعني، على اعتبار ان انت مش انا مش ملزم بيك يعني ملزمه بالضبط. لكن كويس كويس هل ترى انه التطوير في المؤسسات الاخوانيه بالذات في مجلس الشورى يستلزم ان يكون لهذا المجلس دور حقيقي، دور حقيقي في المتابعه والمراقبه ومتابعه القياده، ام انه كما الوضع الراهن القائد هو رئيس الشورى بالتبعيه؟ انت قلت انه يجب ان يكون للشورى اداره وللمكتب التنفيذي اداره، اليس كذلك؟ يعني هذا رايي الشخصي الحقيقه، وانا كتبته قبل كده وقلته يعني، وانا متمسك به ولسه عايش ان يتحقق، وقلت ولسه عايش نعم. الحمد لله على قيد الحياه. ولا عايش طبعا لا، والناس بتسمعه الحقيقه يعني، انا لما عرضته على بعض الناس الحقيقه كانوا يعني تقلقوه بقبول تمام. حسن تمام. ووعدوا بدراسته. في ظل الظرف الراهن وتعليق الالاف الملايين الامال على الاخوان بعد 7 سنين من الضربات، ما زال الكل من اقصى اليمين لاقصى اليسار يرى ان الاخوان اذا ما نهضت خلينا نقول وتم اصلاح شانها هي ستكون هي القاطره التي تجر عربه الثوره والتغيير في المنطقه. هل تعتقد انه ما زال فكره انه كل شيء موجود في السله الاخوانيه وتحت قياده الاداره التنفيذيه للاخوان امر صائب، ام انه يجب التفكير في مساله فصل العمل الحزبي، انا واضح في كلامي، عن العمل الدعوي، عن الجماعه، عن اداره الجماعه؟ وده كان بيقال انه حزب الحريه والعداله بعد شويه كان هينفصل تدريجيا عن اداره الجماعه، فما الضير ان يتم اعلان ذلك في ظل الترتيبات الجديده اللي كل الناس بتتمناها يقرها الاخوان ويقوم بها الاخوان؟ ما رايك في هذا؟ خليني اقول لك يا دكتور حمزه، وانا عارف وايضا انت تعرف انه فعلا حزب الحريه والعداله كان يعني في حضانه الجماعه لمده 3 سنوات فقط، لم تنتهي طبعا، لم يعني تكتمل ال3 سنوات وحصل الانقلاب. فلكن كان بالفعل هناك ترتيبات وخطوات عمليه جدول يعني زمني لانفصال، مش انفصال يعني، انه الحزب يستقل باداره شؤونه يعني، يبقى فيه طبعا قدر ما من التواصل والترابط بينه وبين الجماعه، لكن كان هيبقى الحزب يعني بيشتغل لوحده. وتفتكر حضرتك احنا كنا في الحزب، طبعا كنت في الحزب، كنا عملنا حملة خاصة بالتعليم، التعليم أساس النهضة، وكانت هذه الحملة يعني الحزب حب يعملها لوحده علشان يجرب فيها قدراته وإمكانياته الذاتية بعيدة عن الإخوان. لكن الحقيقة وجدنا نفسنا في أثناء الحملة أن احنا محتاجين لقدرات الجماعة وإمكانياتها المنتشرة في كل المحافظات والقرى والنجوع وما إلى ذلك، فاضطرينا طبعا أن احنا نستعين بهذه القدرات. قدرات هنا بقصد موارد بشرية وإمكانيات مالية وعلاقات وما إلى ذلك. لا شك أي حزب، أي حزب كان بالفعل كان يعني فيه اتجاه بالفعل لهذا الأمر، لكن طبعا حصل الانقلاب. طيب الآن في لحظة أزمة ولحظة طوارئ، وفي لحظات الطوارئ الحقيقة بيبقى الوضع فيها مختلف. سبع سنين مضت يا أستاذ قض، لا يمكن أن يستمر الوضع الطارئ بنفس الطريقة، أكيد بتحصل تغيرات، الله في العون. أنا أقدر تماما دور القيادة والتنظيم في هذا الوقت الصعب، وأسر ومعتقلات وغيره، ما فيش حمل كبير على النفس، على كل النفوس، وإحنا من المتضررين من هذا بطبيعة الحال. لكن بعد 7 سنين هل ترى أنه العبء السياسي الحزبي يجب أن ينضم؟ لا أريد أن أسمع مقولة أنه ما فيش عمل سياسي دلوقتي في مصر، ولكن الاستعداد له بتأهيل كوادر، هل تعتقد أنه الإخوان سيخففوا من العبء الكبير عليهم إذا ما قرروا فصل العمل الحزبي عن العمل الدعوي التربوي للأمة كلها محتاجاه؟ هل هذا يصعب مثلا التفكير فيه؟ طبعا لا يصعب التفكير، لكن عايز اقول لحضرتك انه في ظل لحظه الازمه يعني، في حالات الازمه والطوارئ الشديده اللي احنا فيها، احنا في حاله صعبه جدا طبعا يعني، حاله مقاومه لنظام يعني انقلابي فاشي. ففي الحاله دي لما يعني من المستحسن ان تتوحد القياده، ما تبقاش اكثر من قياده او اكثر من يعني ربان في المركب الواحده يعني.
علشان يعني اللحظه اللي احنا قياده ايه بس؟ بنعيشها. لكن معلش لم افهم اكتر من قياده. قياده العمل الان، يعني انه قياده العمل المناهض للانقلاب تبقى تحت قياده واحده، يعني بدل من تعدد المنصات اللي داخل المؤسسه الواحده يعني. فدي وجهه نظر يعني بتقول يعني كده، لكن وجهه نظر ثاني بتقول انه لو امكن يعني انه الحزب يعني ياخذ هو يعني في اطار توزيع الادوار والمهام، انه الحزب هو اللي يختص بالعمل السياسي والتواصل السياسي الحزبي الحزبي نعم، والجماعه تقتصر على العمل الدعوي والتربوي والتنظيمي، وهو امور كثيره جدا وتحتاج الى جهد كبير، فربما كان ذلك طبعا يعني افضل كثيرا. يعني هم وجهتين نظر مطروحين داخل الجماعه حتى الان، ولم تنتصر يعني احداهما على الاخرى. انا والله يعني اشكر حضرتك على سعه صدرك حقيقه يعني في التعامل مع الاسئله بجد والله. لكن كمان انا بسال سؤال، هو طبعا منذ 7 سنين تم تجميد الحزب في مصر، وكل المحاولات على حدود علمي ان في محاولات لاحياء حتى الحزب التابع للجماعه ولم تنجح هذه المحاولات، تفتكر ليه؟ ما هو ده السبب اللي انا قلت لك عليه، انه في وجهه نظر بتقول ان احنا مش بصدد ان احنا يبقى عندنا راسين او قيادتين في معركة واحدة، المعركة تحتاج إلى قيادة واحدة هي اللي بتحشد كل الجهود. هل أثبتت التجربة صحة ذلك؟ هل أثبتت التجربة صحة ذلك؟ والله ما دي مسألة نسبية، يعني تختلف الرؤية ليها من لكن مهم من جدا الشخص أنا الآخر. الحقيقة بشكر حضرتك وأحيي فيك يعني التزامك التنظيمي، وهذا أمر تحمد عليه ويحمد عليه كل إنسان يدافع عن مؤسسته وعن الجماعة التي ينتسب إليها، وهذا ليس عيبه حتى وإن اختلفنا في الآراء، لكن تبقى في النهاية أن هذه آراء مهمة، وإن احنا الناس تنفتح على بعضها وتسمع لبعضها بشكل جيد دون تربصات ودون تخرصات ودون توقعات كبيرة ضخمة من أن يتغير الحال بشكل سريع ودراماتيكي. نتمنى أن يحدث تغيير في كل المؤسسات، لأن الجميع ينظر إلى الإخوان كما تعلم وتعرف وتسمع على أنها هي القاطرة التي يجب أن تقود الأمة وليس مصر والحركة ضد الانقلاب، أليس كذلك؟ نعم كذلك معك. قول كذلك ونص بلى بلى. أشكر حضرتك أستاذ قطب العربي الكاتب الصحفي على مشاركتك معنا النهاردة، ونتمنى أن نلتقي بك في مرات أخرى قادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور والسادة المشاهدين. هاديك شفت يا عم استاذ قطب يقول لك اي يا عم ممكن انت زعلان بتقول لي في الفصل مش عارف، لكن اهو يعني ناخد وندي، يعني اقول ناخد وندي، الاخد والعطا ها كويس، يعني انت تفكر بتظبط حاجات. ساعات لما باخد ودي في المطبخ في البيت بتجيب نتيجه برضه، يعني مش شرط ان ايه كل حاجه الست زوجتي هي اللي تعرف تطبخ كل حاجه، بتطبخ كل حاجه، بس كمان اليوتيوب علمنا شويه حاجات، فساعات اخدها وايه، يعني عايز اقول ايه، الحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها فهو أولى الناس بها، أو كما قال أحق الناس بها صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. حقيقة وصلنا لنهاية حلقة النهاردة ونهاية حلقة الأسبوع. النهاردة كان تسعاء، ما عارفش أنت صمت ولا لأ، وأكون الأخوان ما بتصومش تبقى مشكلة، الأستاذ المسؤول الأسرة يقطعك. طبعا ما فيش حد بيقطع حد، دي عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن بكرة عاشوراء أتمنى أن من يستطيع أن يفعل فليفعل اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طابت أوقاتكم، طابت لياليكم، ربنا يكرمكم ويكرمنا ويكرم مصر ويغير الحال من حال لأحسن حال، ويحفظ الأستاذ الدكتور محمود عزت في غربته وفي تغريبه، هو وكل المختطفين والأسرى أهاليهن أخواتنا نسائنا بناتنا، ويجعل لنا مخرج من هذه الظلمة التعيسة، ويقدر لنا أن احنا نطلع بأفكار جيدة قوية نقدر نواجه بها هذا الظلم، بدلا من الانكماش على الذات ويعني البكاء، ولو أني يعني البكاء مش عيب ولا حرام أن الواحد يزعل على الناس، لكن كمان لازم نفكر في حلول وتكون واقعية، لعل الله يفتح علينا ويمن علينا بالتغيير وبالنصر المبين. بشكر حضراتكم، بشكر إخواني وزملائي في الإعداد، في الاستوديو، في التصوير، في الصوت، في الإخراج، عشان بيزعل الأخ المخرج صح؟ هو بيقول لي كل الشك كل الشك كل كل القوة وكل الزملاء. حقيقة أسبوع حافل وكالعادة يوم ورا يوم، وبنقعد نتكلم ونعيد ونزيد،
ونفطن بعضنا ونعلم بعضنا ونستفيد من بعضنا، لعل ربنا يفتح علينا وعلى بلادنا كلها اللي نتمنى لها الخير من كل العالم. كل عالم نتمنى له الخير ونتمنى لبلادنا الخير. نتمنى بكرة الصبح يقولوا مصر بقى الناتج القومي فيها تريليون دولار في السنة، وان دخل المواطن في الشهر 3-4 آلاف دولار، وتنعم والناس تنبسط ويجي لها الخير وتاكل وتشرب وتتعلم وتبقى في احسن صورة. مش مصر بس، كل العالم العرب. تصبح على خير.